اسمي نور أمين حسين. لا ما انتوا ناديتوني هنا. الحاجة نور ست مصرية أصيلة، مشكلتها ما كانتش سهلة خالص. أنا كنت عيني حلوة خالص في الأول، بصيت مفاجأة كده لقيت ودني دي وجعتني، دردرت عيني، بقتش أشوف حاجة بسيطة كده. وطلعت على السكة أشوف التوك توك وأشوف الموتوسيكلات وكل حاجة، بس بقى متهيألي إنها الدنيا نور نور نور، ويلصف يلصف كده كده. أمي ماتت وجدي مات وأبويا مات وخلفت جوز عيال، جوز عند الله وجوز معايا. عمي كان طيب قوي، بيقول ده انت بنتي وعاملني بنته، وكان يجيب لي، كنت اقول له يروح الفيوم ياخدني معاه، اقول له عايزه البدله دي، يقول لي حاضر يجيبها. انا ما دخلتش مدارس خالص الا واحد، كنا حرفين بطيخ كده، كنا زارعينه زمان. وقعد اجاره واحد قال لي قولي الايف، قلت له الايف، قال قولي باي، قلت له باي، قال قولي لما، قال لي سهري كتير، وكتب لي اسمي وعرفت اسمي. كنت بروح اخد حقن في العياده اقول لهم ورقتي اهي، مش عارف، قلت لهم نور امين اهي، واخدها عينيا. بقول لك عينيا كانت حلوه، وكنت حلوه لحد 15 يوم كده، لقيتها نظرها قل. بس لما عرفت مبادرتنا وادتنا فرصتنا قدرنا نساعدها. حلو الحمد لله، بعد ما عملت العملية ما حاجاش وجعتني ولا حاجة. ده هي عملت دي الأول اليمين، عشان اليمين هي اللي حلوة. ده ناس طيبة والله، ربنا عطرني في الطيبين، ربنا يخليهم ويعليهم. الأتوبيس جه عند الصينية، عند المدرسة بتاع الصنايع، ركبنا فيه وودنا لحد العيادة، ونزلنا جمعة كان هيشيلني ويطلعني على السلم فوق عندكم هناك جوه، وبعدين قالوا له واحد، قال له لا أنا اللي هشيلها، حط لي على مصاص كده دخلني جوه وشالني. قلت له يا اخي ما تشيلنيش، انا همشي كده على رجلي، وقال لي لا والله ما هسيبك، لحد ما خلصوا العمليه بتاعتهم وشالتني وحطتني على الكرسي، وكانت قال علي الجلابيه ولا مؤاخذه لبستها لي، وكانت الطرح ملقحه حاطين على الكرسي لبستها لي. وبعدين جيت طالعه قلت مداسي، كنت لابسه كوشت، قلت له مستني لما اجيب واحد، قال لي لا واتميلي انا هلبسك الكوشت، والنبي لبسني الكوشت، اليمين في اليمين والشمال في الشمال. كويسين والله، احسن ناس والله، احسن ناس، وربنا يخليكم ويعليكم. انا اعطاني دواء لها واحنا في الاتوبيس، قلت لها يا دكتوره اكتبي لي على علاج اجيبه من بره، قالوا لا احنا عندنا العلاج. بعتوه بقى مع الراجل راكب في الاتوبيس، كل واحد عطاه جزء ازايز وبرشام، جزء ازايز وبرشام، جزء ازايز وبرشام. لا ما حدش خد فلوس، ده بيعملوها كده لله، بيعملوا لله، ربنا يخليهم ويعليهم، بيعملوا لله. الجمعيه دي بتعمل لله، عملت لناس كتير عينيها. ايه نادره كل حاجه، والحمد لله الحمد لله، ده ربنا كبير الحمد لله. ودي حكاية الحاجة نور اللي قدرت تخرج من الضلمة للنور. بنظرة من عيونك دور.
الناس دايما بيه.